عبد الخالق الصمادي، اهلا وسهلا بك. اهلا بسي سعيد الزعبيله. عبد الخالق الصمادي، التواجد ديال اذاعه فولتيغ بهذه المناسبه هذه، يمكن تكلمنا على التواجد ديال اذاعه فولتيغ في هذه المناسبه هذه؟ المناسبه واذاعه فولتيغ موجوده في كل مكان هنا في بلجيكا، والاخ نور الدين القصري كنعرفوا عليه، يعني اي ملتقى الا وكان وجدوا سي نور الدين. حنا كنتمنوا الاذاعه هذه وكنشوفوا هذه الوجوه الكبيره من معنا مدرب حراس السيد سعيد الزعبيله اللي معروف عليه كثير وكثير جدا، كنتمناه يكون في المنتخب ان شاء الله، لماذا؟ لان عنده درايه وعنده خبره في الميدان، وعندنا وجوه، عندنا زوار جاو من وجده، من مدينه وجده كذلك، اللي كنرحبوا بهم الى بروكسل، كنتمناه ان شاء الله التوفيق والنجاح. الدوري هذا فيه 160 فريق جاو من انحاء اوروبا، واللي كنشاهدوا دابا كنشاهدوا المقابله ديال النهايه بين بولون وستاندرد ليج، واللي لاحظ في هذه المقابله سي نور الدين هو ان هناك مغربي رقم 6 في ستاندرد ليج، غادي يكون عنده رقم، غادي يكون عنده مستقبل زاهر، غادي يكون عنده ان شاء الله القيمه وشان. شنو هو المغاربه يعني المسؤولين ديال المغاربه في كره القدم، يعطيو قيمه لهذا الشباب هذو، لهذ المغاربه اللي موجودين هنا. ربما غادي نضيفوا معنا سي سعد الزعبيله اللي غيقول لك كلمه على هذا الطبلو، معنا سي نصر كذلك، سي نصر معروف عليه اطار وطني كلوب كيلو حصل الشواهد، وهي كذلك مدينه وجده، مدينه طنجه، المغاربه كلهم هنا في الدوري هذا، رغم انه دوري السفر كلهم من اوروبا، من اسبانيا، من فرنسا، من ايطاليا، من المانيا، لكن بعد أندية كبيرة، أندية يعني بحال ويستام، كان لا فينال ويستام مع باريس سان جيرمان، اليوم كنشوفوا لا فينال بين ستاندرد ليج مع كولون، دونك هذه هي القاعدة، دونك نتمناو إن شاء الله من المسؤولين ديالنا في المغرب يتقاو الجون هذا، هادو هما لا باس ديال كرة القدم، ونتمناو إن شاء الله الدوري هذا يتعاود دائما في ستانفيك، ونشوفوه لما لا في المغرب إن شاء الله الدوري في المغرب. سي سعيد، سمعنا يكون قريبا نهضة شكاربيك، يمكن دير واحد كوبيراسيون مع فريق مولودية وجدة ان شاء الله، كما قلنا مع المسؤولين ديال المولودية، نشوفوا ان شاء الله العام الجاي ناخذوا دونك ناخذوا واحد 3 ديال الفرق من بلجيكا ان شاء الله، كون سوف بارتيسيبو كل وقت تبادل ديال الحارس شباب ريف حسيني وفريق اتحاد طنجه، معنا سي ناصر كذلك الاطار الوطني، حاصل على شواهد عليا، حاصل على دبلوم وكيحاول انه يدرب فريق من فرق القسم الاول. سي ناصر ونشكر السي خالق على المبادره ديالو معنا ومع الاهتمام ديالو مع الشباب اللي هنايا ومع المدربين، واللي كيقوم بواحد باش نوصلوا واحد الصوره للمغرب ديالنا، ونتمنى المغرب يعطينا واحد الاهتمام بهذا الشيء اللي كنقوموا به هنايا، انا كنقدر هنايا وكنسؤول على الشباب، كنشوف زعما المغرب عنده شباب اللي خصهم واحد الاهتمام وواحد لا ستركتور اللي كنقولوها بلا صح التعبير، باش نقوموا حتى حنا باش نوصلوا الدرجه ديال كره القدم في احسن ما يرام. نعم سي عبد الخالق. سي ناصر كنشكروك، كنتمنى لك ان شاء الله التوفيق والنجاح. معنا ايرول اللي تخي كوني، كوني با مال دي زيكيب في المغرب، باغمي دي زيكيب كارت دو بينيترا شباب المسيره، نبغي ندير ان تي مو سور لو تورنوا. السلام عليكم. الجزائر رايها من المغرب يشجعها بطريقه رائعه.
كانت عليها ديال المنتدى كنا كنبولوا لا فيها لا الكيمون لا فيها الشعب. كنشكروا راديو فولتير على هاد الموجودات ديالها وعلى الحضور ديالها القيم في جميع الدوريات. كنشكروا سمو الدين القصر اللي كيقوم بالدور ديالو تجاه وكذلك انت سي عبد الخالق وكذلك جميع الطاقم التقني لاذاعه فولتير. سي عبد الخالق الان المنتخب المغربي او الكره المغربيه ضربت صفعه كبيره لعيسى حياته، يعني ضربه اخرى لعيسى حياته. هذه كنا منتظره لان المغرب كان صاحب في القرارات ديالو. عيسى حياته تعيس، عيسى حياته المريض، ما نساوش ان عيسى حياته لولا المغرب ما كناش نشوفوا هذا الكاميروني المتطفل. نعم. على الميدان المتطفل على كرة القدم، يعني يحب الا المال، يحب الا الاغراض ديالو الشخصيه. المغرب ولله الحمد انتصر على عيسى حياته، ديما المغرب والمغرب في القلب وان شاء الله الى الامام.